ده زي ما يكون الارض انشقت وبلعته. صح عبد الرزاق. ايه هو اللي صح؟ الواد ده فعلا الارض انشقت وبلعته، هرب زي الفار. الواد ده بيتحرك ويطلع وينزل من انفاق تحت الارض، ناحيتها فين بقى الله اعلم. العيال اللي جبناهم من المزرعة قالوا إن اسمه الحركة بصهيب، راح أفغانستان شوية والعراق شوية والصومال شوية، وبعدين نزل نيجيريا وراح على ليبيا، في الآخر بقى بلونا بيه هنا. يعني الواد مش سهل، ده الواد بينشي من مسافة فوق الكيلو. عناصر المهندسين علشان يمشطوا المنطقة دي كلها محتاجين وقت وتأمين مش قليل، وفرضا إن هم لقوا المكان اللي سيادتك بتقول عليه. عشان نحط له خطة اقتحام ده هيحتاج مجهود كبير، وأنا مش ضامن في الآخر هدخل ألاقي إيه جوه. كل ده مفهوم على فكرة ومحدش يقدر يلومهم، بس إحنا نعمل إيه؟ بقول لكم الواد مستخبي تحت الارض، هنسيبه؟ حتى لو سبناه هو مش هيسيبنا يا فندم. الله ينور عليك. اه الواد ده بقى ميسي بتاع التكفيرين. الواد ده بيستخدم كذا نوع من البنادق حسب بعد الهدف وحسب مكان الاختباء. ابو صهيب ده راجل مفيش منه كتير، مطلوب من 50 جهه و50 دوله ومحطوط على راسه فلوس كتير. طبيعي طبعا لما يجي سينا يتعمل له اجراءات تامين مش عاديه عشان يحافظوا عليه، عشان الراجل ده بعد ما يخلص مهمته هنا اتكل على الله ياكل عيش في حته تانية. عشان كده قلت لكم انه اكيد عايش تحت الارض في المنطقه دي. المعلومات اللي جت من استجواب العيال اللي مسكناهم في المزرعه بتقول ان ابو صهيب بقاله 4 شهور قاعد جوه سينا. عشان كده عمليات القنص على الكمائن والارتكازات زادت الفتره اللي فاتت. دي نقطه مهمه بس هاجي لك فيها بعدين، اصبر بس. المعلومه التانيه بقى والمهمه ان ابو صهيب مش قاعد معاهم في نفس المزرعه، لا ده بيجي للقيادات بتاعته بياخد عمليات جديده وبيمشي على طول. طب مش قاعد معاهم في المزرعة يا فندم، أمال قاعد فين؟ بص يا اتش، شايف بقى الدوائر الحمراء دي كلها؟ دي أماكن الكمائن والارتكازات اللي اتعمل عليها الفترة اللي فاتت. طب ما جايز فيهم عمليات مش هو اللي قام بيها؟ هو يعني التكفيريين ما عندهمش قناص غيره؟ لا عندهم طبعا، بس لا بنفس الكفاءة ولا بيسيبوا من نفس المسافة. أبو صهيب كل عملياته في نطاق 5 كيلو من المكان اللي مستخبي فيه، وده طبعا بيحطه في أماكن أخطر وأصعب، مع إن في أماكن ممكن تبقى أسهل له بكتير. إيه بقى اللي يخليه يعمل في نفسه كده؟ مش عاوز يغامر ويبعد كتير عن مكانه، فبالتالي يعرف يخلي بسرعه بعد ما ينفس. بس ده راجل غريب مش بس عن سينا، لا ده عن مصر كلها. ما بيعرفش يتكلم عربي كويس، يعني لو خبط في اي حد سواء احنا او الاهالي هيبقى في مشكله كبيره. هيحفظ الطرق ازاي؟ ويروح ويجي ويوصل نقط محدده ويرجع منها لمكانه ازاي؟ اكيد في حد بيساعده، صح؟ الواد ده صعب يكون بيتحرك وسط المزارع بعربية، وصعب يكون بيتحرك في المدينة بموتوسيكل.